examination للموتور سيستم. examination of the motor system. زي ما احنا متعودين دايما في اي clinical examination في خطوات ضرورية لازم امشي عليها. اي clinical examination لازم الدكتور يبقى فين؟ على يمين البيشنت. الدكتور يبقى لابس ايه؟ gloves. بعد كده ايه؟ انت كطالب انت في امتحان فلازم تعرف نفسك للبيشنت. انا فلان وهعمل كذا كذا كذا. خلاص خدت برميشن منه. لكن الكلام ده انا بعيد وازيد واكرر فيه. ما ينفعش انت دكتور في عياده او في مستشفى وعيان جاي لك العنايه المركزه او جاي لك الاستقبال او جاي لك كده تقول له على اذنك اكشف عليك. هو اصلا جاي مريض. صحيح. يبقى في فرق. انا كطالب في امتحان بقول له على اذنك انا هعمل كذا كذا كذا. خلاص خدنا برميشن لبسنا الجلافز. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ انا عايز اعمل اكزامينيشن لموتور سيستم. واجي نعم احنا متفقين ان الاي بي سي كلينيكال اكزامينيشن اول حاجه ايه؟ اشوف بعناية. يبقى انس انسبكشن. الخطوه الثانيه ايه؟ ان انا اعمل ها بالبيشن. الخطوه الثالثه ان انا اعمل ها بالكشف. الخطوه الرابعه لو احتاجناها اسمها ايه؟ اوسكالتيشن. انا ابدا اسمع بالسماعه. طيب اول حاجه انا عايز اعمل انسبكشن. انا عايز اعمل اكزامينيشن للموتور سيستم. الموتور سيستم يبقى انا ايه؟ لازم الجزء اللي هعمل له اكزامينيشن يكون كومبليتلي ايه؟ بيرد اور اكسبوزد. فانا هنعمل اكزامينيشن احنا للموتور سيستم. عايز على الاقل الابر نم والابر هاف اوف ذا ايه؟ اوف ذا شيست يكون اكسبوزد. اللور نم يكون ايه؟ اكسبوزد. شايف؟ خلاص؟ بعد كده وبعد كده هندخل في جزء من الموتور على الابدومن هنعمل له اكسبوزر ونعمل له اكزامينيشن حاله. طيب انا عايز اعمل انسبكشن زي ما احنا متعودين دايما. انا وليكن عايز اعمل انسبكشن مثلا للابر لمب بالشكل ده كده. ايوه للمصلز كده كده. اعمل انسبكشن ليه؟ اول حاجه خالص هتقابلني ايه؟ السكين نفسها. هل السكين فيها اي ألسريشن؟ هل فيها سكار؟ هل فيها هايبر بيجمنتيشن او هايبو بيجمنتيشن؟ كل حاجه من ديت انديكيشن ان في مشكله كانت حصلت، صح ولا ايه؟ كلام كويس. يبقى اول حاجه بعمل انسبكشن لايه؟ ادى السكين. تاني حاجه ايه رايكم؟ تاني حاجه عملناها ايه الانسبكشن؟ هل في اي ديفورميتيز في الابر لم ولا في اللور لم؟ يعني بمعنى ان ما تاخدوا حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس يا جماعه هتعرفوا ان الهاند نفسها بتلاقي فيها سيرتن ديستربنسز في الشيب بتاعها. طيب البون نفسه هل البون ده النورمال شيب بتاعه ولا في ديفورمتيز فيه؟ هكذا في الابر لم وفي اللور لم. طيب ايه تاني هبص عليه غير الديفورمتيز؟ ديفورمتيز انواع كتير جدا زي ما احنا عارفين. ايه تاني غير الديفورمتيز؟ انا وانا ببص كده على الماسلز دايما احط في دماغي وقلناها قبل كده كتير جدا. انا دلوقتي اي حاجه عندك منها اثنين يبقى انا لازم اعمل بايلاترا اكزامينيشن. لازم اعمل كومباريزون. فانا بالانسبكشن ما مدتش ايديا لسه. هبص على المصل بالك. حجم المصل. هل لما ببص كده على المصل بتاعته ايه؟ شبهتها بالظبط في السيكنس بتاعه ولا لا؟ ما انا هعرف المصل بالك ازاي؟ السيركمفرنس بتاع الايه؟ اللم. انا بعيني من غير ما المس كان واضح ان في واحد ثن واحد ايه؟ النورمال النورمال كاركتر؟ لا الاثنين زي بعض تيجي كده. هنزل على اللور لمب هبص نفس الكلام. الاثنين برضك لقيتهم ايه؟ مفيش ساين اوف اتروفي ولا اي شيء. مفيش ايه؟ المصل ايه؟ مفيش ويستنج فيه. طب ايه تاني؟ ركزوا في النقطه اللي جايه دي مهمه جدا تلموكوا كسي ان اس اكزامينيشن. في حاجه اسمها تريمورز. سمعنا عن ايه؟ التريمورز؟ سمعنا عن حاجه اسمها انفولانتري موفمنت. انا دلوقتي وانا ببص على المصل هل في ساين اوف اني انفولانتري موفمنت؟ يعني انا وهو ديورنج ريستنج كونديشن كده. هل لقيته فجأة قام حرك ايده وبيحرك الحركة لا ارادية؟ خدته حاجة اسمها الايه؟ ها؟ الكورية دانسينج لايك موفمنت. لها كومن في الفيميل زي ما انتم عارفين. تلاقيها ماشية هي عندها انفولانتري موفمنت ولكن عايزة تبين عايزة ما تحركش نفسها قدام الناس فتحاول تديها بربوز للموفمنت. يعني مثلا تلاقي حركة ايه؟ في الايه؟ في الليمب كده ولا حاجة تلاقيها حاسة اكنها بترقص دانس بس هي بتحاول تديها ايه؟ غرض للحركه، هتلاقي اكنها يعني بتعدل الايه؟ الاشارب او بتعدل الايه؟ التحجيبه بتاعتها، عشان الناس بس ما ايه؟ ما تلتفتش لها. هل وهو اندر ريستنج كونديشن دلوقتي فيه مثلا تريمورس؟ هل في ابنورمال موفمنت؟ هل في
ها visible contractions بيقول عليها ايه fasciculations في فرق بين الكلمتين fibrillation والفاسيكوليشن. لو تفتكروا احنا بنتكلم في الابر واللور موتور نيورون ليشن كنا بنقول في حاجه اسمها fibrillation ده لو سنجل فايبر في مصر خلاص تفتكروها بالاتريال والفنتريكولار فايبرليشن. فاسيكوليشن جاي من فاسيكل يعني في دندر فايبرز افكتد دي بتبقى فيزيبل. طيب وهنعرف حالا واحنا بنعمل ايه بالبيشن ازاي اقدر اعرف في فاسيكوليشن وعمل لها انيشيشن ولا لا. طيب كلام جميل. طيب ايه تاني بالانسبكشن اقدر اشوفه؟ ايه رايكم بالانسبكشن دلوقتي وهو ديورنج ريست انا ما لمستش لكن ممكن ايه اخلي مثلا هو بيتحرك اقدر اشوفه. هل هو قلت له ايه فيكريس كده جلس ده نورمال صح باين انه نورمال مفيش مشكله يبقى دلوقتي انا دلوقتي لما اجي اعمل انسبكشن يعني معناها ما مدتش ايديا خالص عملت انسبكشن ستيب باي ستيب شفت السكيل شفت الديفورميتي اوف بون شفت المصل واللي هل في ابنورمال موفمنت هل في انفلانتري موفمنت هل في تريمور هل 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 كلام جميل جدا كده عملنا الايه انسبكشن. عايز اعمل بالبيشن كلمه بالبيشن يعني انا هبدا هي وابدا اشتغل. طيب اسال نفسي سؤال انا عايز اعمل موتور سيستم اكزامينشن من اسمه موتور الفانكشن بتاعته ايه؟ ايه رايك؟ موفمنت. طيب كلام جميل يعني انا فيه موفمنت صح ايه تاني؟ فيه تون ايه التالت؟ ريفلكس ايه الرابع؟ تندرنس ايه الخامس؟ كوردينيشن يعني هل هو بيتحرك حركه طبيعيه سموث مش فيها ايه ابنورماليتيز صح ولا ايه؟ ولا دلوقتي تلاقيه يجي يحاول يتكلم حتى تلاقي عنده مشكله في الكلام زي ما سمعته حاجه اسمها ايه؟ افيزيا ها؟ زي ما تاخده ان شاء الله في السيربيلم حاجه اسمها استاكاتو سبيتش او زي ما خدته في الباركنسونيزم لو مونوتونس. سمعتوا الباركنسونيزم يا جماعه؟ تلاقي الايه الشخص بيكلم نفسه هو مش سامع نفسه اصلا كلامه ينيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم بتاع هو مش سامع نفسه اساسا لو مونوتونس سبيتش لو صوت واطي مونوتونس يعني شغال بايه؟ بنمط واحد فبالتالي هينام هو هينام واللي بيسمعه هينام لو مونوتونس سبيتش ده في الباركنسونيزم الحاجات دي نقطه مهمه يا جماعه وزي ما هتاخدوا ان شاء الله في محاضره السيربيلم هتعرفوا ان في ابنورماليتي في السبيتش حاجه اسمها ايه؟ استكاتو سبيتش يعني مثلا اجي اتكلم تقول له قول زجازيج مثلا لا في ايه؟ في ديكومبوزيشن اوف موفمنت في تقطع في الحركه ما هيش كوردينيشن دي بيقولوا عليها موتور اتاكس زي ما تاخدوا في السيربيلم وزي ما هنأكد في شغلنا النهارده ان شاء الله. يبقى بالتالي اسال نفسي سؤال وانا قاعد عامل بالبيشن عايز اشوف المصل تون عايز اعرف ايه؟ التندرنس في المصل عايز اعرف البلر في المصل عايز اعرف ايه؟ ريفلكس ريفلكس انواع سواء ديب او سوبرفيشال زي ما هنشوف عايز اعرف الكوردينيشن اوف موفمنت. ناخدها ستيب ستيب اول حاجه خالص التون انتوا خدتوا الباركنسونيزم او قريتوه كثير في دايركت ليرنينج ايه رايكم؟ التون في حاله الباركنسونيزم اخبارها ايه؟ في هايبرتونيا ولا هايبوتونيا؟ هايبر هايبرتونيا حتى بيسموها حاجه اسمها ريجيديتي خلاص؟ كلام جميل. في حالات تانية هتاخدوها ان شاء الله تلاقي في حاجه اسمها في اللور موتور نيورون ليجن تلاقي ايتونيا والهايبوتونيا التون قليله قوي يعني بمعنى اخر علشان اشخص امراض يبقى لازم اعرف هل في هايبرتونيا ولا هايبوتونيا. طبعا هنلاقي اكزامينيشن ازاي؟ انا هبدا امسك بايديا ركزوا معايا انا عايز اشوف التون في الابر ليمب وعايز اشوف التون مثلا في اللور ليمب اعرفها ازاي؟ انا خلي بالك انتوا ما بتشوفوهاش في الافلام ولا حاجه تلاقي واحد مغمى عليه ولا حاجه يقوموا عاملين ايه؟ ايه رايكم؟ يقوم شايل ايده سايبها ايه؟ ايه رايكم؟ ريز ذا ليمب اند ليف ات سادن ديسنت ايه رايكم؟ لو عايش يقول لك لا انت لسه ايه؟ ايده ما بتنزلش از ديت موشن صح ولا ايه؟ يبقى انت بتشوف تون يبقى ريز اب اند سادن ليفينج دي طريقه. الطريقه الثانيه ايه رايكم؟ وهي بتلف بالشكل ده ريلاكس خالص وبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها رولينج. رولينج يعني انا بحركها بالشكل ده كده، لو التون هايبوتونيا هتلاقيها بتتحرك بسهوله وايه وقاعده ايه؟ مش ماسكه نفسها، طب لو في هايبرتونيا زي حاله ريجيديتي هتلاقي ايه؟ انت نفسك بتجد صعوبه في انك تحركها. الطريقه الثالثه ان انا اعمل حاجه اسمها شيكينج او ماسك الايدين الاثنين كده اهوت
بصوا احركها بالشكل ده، ده النورمال. طب فيكوا هايبوتونيا تلاقي ما شاء الله بتتحرك بطريقه ايه زياده، هايبرتونيا يبقى تلاقي ايه بتتحرك.